هل يجوز للفتاة أن ترتدي ما فوق المرفقين عند إخوتها ووالدها، وإن كانت قد اعتادت على ذلك، وما هي عورتها أمامهم؟ جزاكم الله خيرا. أولا كلمة رأي الشرع هذه غير مناسبة، والأولى أن يقال حكم الشرع، حكم الشرع في كذا. أما كشف الذراعين عند المحارم فلا داعي إلى هذا، خصوصا إذا كانت شابة فاتنة فإن هذا لا يجوز لها، وإنما تكشف عند المحارم ما جرت العادة بكشفه وما تحتاج إلى كشفه للعمل من طرف وغيره. أما الزيادة على ذلك فلا داعي لها، خصوصا إذا كانت تخشى منها الفتنة. جزاكم الله خيرا.